حياك الله يا ابو حسام وحيا الله متابعينك. واليوم نبي نسوي لك فخذ على الطريقه التركيه، نبي نسوي لكم كباب، نبي نسوي لكم سمك، نبي نسوي لكم خلطه مميزه للجوانح على طريقه ممتازه بهذه البهارات المميزه، بهارات الدكتور سبايس. ابو حسام الحين نبي نسوي تتبيله الفخذ. يا سلام. عندنا الملح. يا سلام. عندنا زيت الزيتون. يا سلام. عندنا هذا بهارات الدكتور سبايسي، بهارات مميزة. القدر هذا يكفي بإذن الله. يا أبو حسام، عشان تتغلغل التتبيلة يعطي طعم حلو ونكهة ثوم لذيذة. ايه اليوم ما يحتاج فحم لأنه ما في رز. نضيف موية عشان اللحم تظل رطبة ونبيها تفسخ. يا سلام. هذا فخذنا. بسم الله. العافية. إن شاء الله يجي بخار يظل رطب إن شاء الله. وبسم الله ونغطيه ونخليه 20 دقيقة على نار عالية وساعة ونص نار متوسطة. مجموع كله كم؟ ساعتين. والحين جاء دور الكباب يا ابو حسام. ما نبي نحط عليها غير ملح وفلفل اسود، ليش؟ ذبيحتنا جديده ونبي نكهه اللحم، ما نبي نحط لا بصل لا بقدونس لا شيء. هريفي. بس ملح. يا سلام. وفلفل اسود. بسيط. يا سلام. طيب بس يبيله كيف يتماسك؟ يتماسك اول شيء لازم تعجنه. يبيله عجن. ناس تاخذها كذا وناس تحط بصل، البصل لازم تفرمه تعصر مويته. ترجعه تحطه مع مويته زيت البصل يطيح مويته. ايه ولازم يبرد. لازم يبرد. ايه لازم يكون معه شحمه. هي الشحم 200 غرام للكيلو. يبيله عجن يا ابو حزام، اكثر شيء العجن. ناس تجيبه تسويه كذا ما يلزق، لازم عجن عشان يتماسك. يا سلام. لاني انا اذكر كل ما حطه ابو زايد بالصيغ طاح. لا هذه تتبيله الجوانح وتصلح للسمك والجوانح. عندنا صلصة طماط، زيت زيتون، ثوم وزنجبيل، ملح، بهارات حراق حقات الدكتور سبايسي وملح. عليها عصير الليمون، ملعقتين خل. نوع السمك ذا وشو؟ هذا سيباس، من افضل انواع السمك للشوي بالفرن ولا شوي. يجي مجمد ولا طازج؟ لا لا طازج. هذا طبعا الجوانح نفس الخلطه يا ابو حسام. نفس الخلطه؟ نفس الخلطه، ممتازه جدا، تعطي ملوحه وحموضه. ما شاء الله تبارك الله، وش هالمنظر الجمالي يا ابو علي؟ عوافي عوافي ان شاء الله. وش اللي حطيت؟ هذا الفلفل البارد. الوان؟ نعم. وغيره؟ تحت طماط والبصل، يرفع عن ستيل، وزيت زيتون. هذا يا ابو حسام حق داود باشا ولا الكباب الهندي. نشويه بعدين نمده بالصينيه ونسوي كور الكباب ونحط عليه وندخله بالفرن. هذا مهرسه، الحين نمده ونملحه ونحط عليه كر اللحم المفروم. الحين نكور. يا سلام. اللحم ونصفه، هذا الشكل اللي يعجبك. هذا طماط فقط، ما ضفت عليه شيء ثاني؟ ما ضفت عليه، بس ملح بس. في ناس تسوي دواير، في ناس، انا احب الشكل هذا. وفي النهايه بتطلع زي هذه. نعم. يا سلام.
هذا البرميل الثاني نحط الكواب من تحت لأن الحرارة هنا أقوى من فوق. هذا البرميل الثاني وهذا صينية السمك فوق داود باشا. السلام يا ما شاء الله تبارك الله. كم بتخليه؟ خليه 10 دقائق نار عالية وعشر دقائق نار هادية. أبو علي كم طبق عندنا اليوم؟ 7 أصناف. يا سلام. هذا الحين كزبرة وشبن. وش بتسوي؟ نبي نسوي رز بشبن. هذا الحين كزبرة وشبن. وش بتسوي؟ نبي نسوي رز بشبن. الحين دور البهارات البيضة ونحمسه ليش لين نتجانس. سر لا جاهزين ان شاء الله. كم بقى له لين يتجانس داخل مع بعض النكهه. ايوه ونحط البويه ونرفعه الى النكهة. يعني نص ساعه ان شاء الله نتعشى. اي ان شاء الله. والحين نوزن الملح. هذا متبل متبل باذن الله. نشويه بعد نوريك. هذول الجوال نشويه حتى ينقبل الكباب لان قبيله نار. الله يسلمك يا ابو حزام. بعطيك معلومه ان الكباب ما يحب النار العاليه مثل هذه يطيح. لازم نار هاديه مره. تحتريها تخفت. نعم لو صار تبي نفس النار هذه لكن الكباب لا. الحين نحط الكباب. معلومه يا ابو حسام من حطيته 30 ثانيه تقلبه. تقلب لين يتشمع عشان ما يطيح معك. هذا الباذنجان شويناه وقشرناه وطحناه بالسكين واضفنا عليه زبادي وطحينية. والنتيجة؟ هذا متبل. هذا طحينية. طحينة وش بعد؟ والزبادي. عصير الليمون. اقلب. يا ما شاء الله تبارك الله تفكك. شوف هذا كيف ابيض. وهذا وش فيه داخل؟ هذا فيه السمك وداود باشا. يلا بسم الله. عطر شوف. يا ما شاء الله تبارك الله. السلام على المنظر. وهذا باشا. هذا وش اسمه داود؟ هذا داود باشا. يا وش هو مستوي؟ مستوي متهلص. يا سلام متهلص. بعدين نطبقها. يا ما شاء الله تبارك الله. اللهم دم نعمه وزدها واحفظها من الزوال. ما العافيه ابو علي. يعطيك العافيه. ابو زايد ما له حس اليوم وينه؟ والله مالي مجال. ما شاء الله تبارك الله. اشهد بالله ان ابو زايد يستاهل الدعم. والله يستاهل الدعم. ابو حزام ومتابعينه ما تقدر تلعب معهم. لازم تنتج شيء. والله ما قصرت. ما شاء الله تبارك الله. يلا ابو